فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كان قراءة القرآن أصبحت مهجورة إلا قليلا، قل من يقرأ القرآن اليوم، قد يمر اليوم كاملا لم يقرأ طالب العلم آية، فضلا عن غيره من الناس، بل قد يكون العوام أفضل من طلاب العلم في هذا الباب. وأنا لا أشتم، أنا أتحرك على نفسي وإخواني وأريد أن أنصح نفسي وإخواني. لا بد يا إخوة من أن نعود إلى القراءة، ورأس القراءة ورأس البركة أن نقرأ القرآن. والله إني لأعجب من شخص لا يقرأ القرآن في يومه كيف يبارك له في ذلك اليوم. قراءة القرآن تجعل اليوم كأنه أطول من اليوم. وإن شئت جرب، زد من القراءة في يوم وانظر ماذا تحصل في ذلك اليوم. كلما زدت في قراءة القرآن في يومك كلما بورك لك في يومك. والله نرجع يا إخوة، وأنا قلت مرارا، نجعل لخير الكلام خير أوقاتنا، وأنا أقول من خير الأوقات ما قبل الفجر وما بعد الفجر. ما قبل الفجر إن كنت ممن أكرمهم الله بأن تقوم في الثلث الأخير من الليل تناجي ربك، تصلي، تدعو، تذكر، تقرأ القرآن، فهذا ربيع الأوقات. أو بعد الفجر إذا صليت الفجر تجعل هذا الوقت للقرآن، تقرأ القرآن. أو بعد الدرس إن كنت يعني منتظما في درس بعد الفجر، إذا فرغت من الدرس وعندك وقت تقرأ وردك من القرآن، تبدأ يومك بهذا.